يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. أيها المسنة، الإسلام يسد باش أدي يجمع شمل العباد، باش أدي يجمع شمل الخلق لسيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى، أدي يجمع أفيو الدين، أدي يجمع أفيو الملة، باش أتسمس فهم يا عباد الجوغرسن، باش أدي يدي الصلاح ذي القرآن، باش أتسلم الحياة الطيبة أين تذرف إلهان مثلا يرم الدين يرم العبادين. أكام يقرد جواريس سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كونوا ديوث الأمة ونكينين أتسلم ديوث الأمة ديوث الملة ديوث الدين إذا دنكينين أي تعب ذم واحدين ويتخدم مارا أشريك. كان يتمثل أنا أقول إمي دينا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوا. أصلا نخدم ذاكيا يونس تير أمشطوح كان كيان الكلمة يجين التقوى وأنا ربكم فاتقوا، معناه باش أدتنا قوات باش أدتنا عبد باش أدتنا تذاع القبري دقوينا غدينا أين في غد يمر أدت نخدم أين في غدينها أدت نوخر وذو وقين إذ التقوى أنجعل الوقاية إيرا إذ وين كنا آثي صغرفن إذ وين كنا إيقوليا. أكلا غير مثلا سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يخلقد يا عبادي صغر دونيت باش تهنين باش هذا عايش دي هنا يقرض جواليس عزيز: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يخلق السيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يخلق دي عباديش باش ادي لنا مره اكو ذكوث المله ذكون الدين باش تشمس فيها من جوجلسن ينادوا الخيار ذون اذ وين كنا أدي تقرفن غير وليس الطاعة، أدي تقرفن سي العمل الصالح، أريد ليش الدريا، أريد ليش الشيء، أريد ليش الصحة، أريد ليش كاركوين اللي يكسب العبد، إذا تقرفت غير سيدي ربي، ولكن لا تقرفت سي الإيمان بالعمل الصالح. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. كي قر سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى. كان يتمثل إذا ولاش وين يسعى لك الأفضلية غير سيدي ربي حاجة الإيمان بالعمل الصالح، باقي كيف مر العباد ذيون أكو يغدي جان ذيون ذبثنا ذيوثي مثلا: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى من آدم أكو حواء. دي قفل دي قرى الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم من آدم وآدم من تراب. اسم الثيغ سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى ذي الآية من سورة الحجرات بلي نكوني ذث مثلا ذث مثلا من آدم غس ذث مثلا دي الإسلام إنما المؤمنون إخوة، ولكن وركت الشوف بلي غس إلا الإنسان دي الملة ينكد الدينيش يقطع عقيد بلي ذي جمالك من آدم إلا قصة خدم بارك الرجوين نديرين السنة الرحمة للإسلام باش يقوس هذه الشهادة غفو فسيك لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإذا نشتقي مرة أكو أريا ربح العبد دي دوني ما يلين الشهديون لا إله إلا محمد رسول الله غفو فسيك لأن يهدين الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذا قرر الرسول صلى الله عليه وسلم إذن ذثمة دي الإسلام إنما المؤمنون إخوة واسم كثير سيدة بلين ذثمة من آدم كلكم من تراب وآدم كلكم من آدم ذي آدم كويدا فقر وآدم من تراب. كان يتمثل سيدة ربنا الخالق سبحانه وتعالى يجعل جميع الشعائر الدين مرة أكوة ذين إجزر عن الرحمة ذين إجزر عن ثقمات دخل قولة من العباد أكيان ولك أما تظليف أما الزكاة أما الصوم أما ذي الحج. كان مثلا خزرت شدي قرصي ربي سبحانه وتعالى في آية الصيام ند الخمس اشتير الكلمة نين التقوى ند إن أكرمكم عند الله اتقاكم. الخيار يقول وين يسعان التقوى يسعان الصفاتي الهن يسعان السيرة العاية يسعان الأخلاق الحميدة إخلاق النبينا يحمي سيدي ربي وين يسعان تقرب الغر سيدي ربي إيمان العمل الصالح. كي خزرت الآية التقوى الآية الصيام من كيدي قر وين غدي خيقا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثانية
ديالنا في ديوث الكلمة التقوى ينيرتي بلي لوبجيكتيف برينسيبال من الصيام وإلا باش هذا غير يجي إفاد نا غير يجي إياس ولكن باش هذا غير يستعلم تمثيل التقوى باش هذا غير ربي باش غيسكن السلوك الهان باش غيسكن الأخلاق الأخلاق العالية هذا غير ربي أن لا ضرر للراي الرياض باش شوف للراي الطريق المستقيم كيف مثلا قال لعلكم تتقون يجي جملة تعليلية معناه ذي التقوى مثلا تقين التقوى يغدف كشي ذربي سبحانه وتعالى الصيام أي مثلا الكلمة يجي التقوى يتدرغ تيد ربي سبحانه وتعالى ذي القرآن الكريم أجل 258 إذن تيد يتدر على اختلاف صياغها كل بلد كتير يدر ولكن ذا التقوى أزل 258 فردان يقصد يتدر ولكن يدر أقصد أزل 70 فردان صيغا الأمر القرض اتقوا الله أقوثي أعذثي إذا قد يضعم أين ودني غتخدم خدمتك أين في كل دنيا وخرطس وخرطس أخطر أن تشتقي ذين نفعلون إذن نفعلون أريلم وما جاء ماذا قلت سعامي كتم ستقين التقوى أكون حسبا أتخشم من الزمرة من الزمرة المتقين ومريك شميون العبد ماذا قلت الزمرة يرجع يا ربي من المتقين إذ مثلا ذي حميك تشيلين من المتقين إلا أولياء ذي مجوران تشيلين من المتقين يخرب ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ذا شو نسعان سعان صفة سنة صفة يقرد الذين أمنوا وكانوا يتقون سعان التقوى إذن أغدي تسمر سيدة ربيهم باش إذا نتبع بالإبليس باش أني من المتقين والمتقين عندني تسوي ثنغال الجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين المتقين إمكفاء الجنة إذن سيدة ربيهم أما الصلاه أما ذي الزكاة أما ذي الصوم أما ذي الحج يفغان السيدة ربيهم أذغي خطر ذي العيبة ذي سيسار رحمة فلنغ أكن أخطر وكن أرى تشعون في مات غفل جنس يفغان هذا غير من المتقين يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله أرحم على عبده من المرأة على ولدها ويفغان هذا غير من المتقين وذا غير وين أغل الجنة التنغية مثلا إذن أنا أقل باللي أيضا مثلا لن تعيش والسنجين والسن ديم الحنن والسن يعني يجيفن مرة والسن تودرتن الكامل على خطر ذا شو أس يفن أك والسن تودرتنش ذا سيجاد نقضض إيمانيش ذي هيش ذا سيجاد نقضض إيمانيش ذي البلا ذا سيجاد نقضض إيمانيش البعيد عن جربي جمومني ذي جهنم العسرية الأخيرة يجي يقول أنك ساعة نزال إلى قدر سنفرس ذي تلان ليلة القدر ليلة القدر ساعة زي غسيل ربي ديك سيد ينزل القرآن الكريم كان غس سيد ربي يفضل شهر رمضان في جميع الشهور مرة أكو شاشي تقين بالقرآن الكريم يدي ينزل دخل ليلة القدر يقرد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إذن إلى أدس فرس أدس فرس أقبل أدغفات الحالة أي مثل سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى ويفغل ماشي الغاز يفغان هذا غير جياز هذا غير جفاد ولكن التربيه يفغان هذا غير ربي هذا غير ربي ديال السلوك ديال الاخلاق هذا عالج ديال الاخلاق ديال الشهر رمضان ما دني الشهر رمضان الشهر ماشي 8 ايام ولا 10 ايام ولا 3 ايام ما كان يتدي فرض في ذاك قاعدا يقرد يا الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ولكن يفتيغ في الشهر على خطر الشهر المده الكافية باش يعني ماذا قلنا يكشم العبد ديوث المهنة سوال نيك لمدة شهر حاش احفظها تحفظ إذن ماذا قلنا ديك تشينين في غرضي مالك باش تجدر الصفة الهان الصفة نينك إذن كني وفريد وليش هو نفسي غالي ديكنا غير وفريد مثلا كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وإن كني عايشين إن كني وفي غالي وفريد أخذي مغارق وين نديرين أخذي مغارق الأخطاء دي ثلاثينو عقل بلين جاهل بأتم معنى الكلمة وليش العبد الغلطة دي دوني إذن الإنسان يحتاج دائما وابدا باش للمعالجه باش يغير وبري هذه ثوب يجلس السيد ربي الخالق سبحانه وتعالى وتجد الفرصه ما بعدها فرصه العمر خطر ذيكس سيد ربي يعفو الذنوب العبد ثم جرف يتعالج سلوك الاخلاقيه الانسان في السنين يعني ماشي يوث ماشي سنه في رمضان ولكن منها يتعالج تمثال الى دخل الجسد العبد يتصحن يتقوي الجسد العبد ويعفو سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى الذنوب يا عبدي يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم راغم انف امرئ ادرك رمضان ثم انسلخ منه ولم يغفر له ذا مغفول وين كنا ديفن راه عشنا رمضان وذي فقد قصص يا فرسي ربي كان يث مثلا ارجع يا ربي نقول ذاك ميغا فان ذاك ميغا فور كان يث مثلا
إذن سنسلت التقوى في غديف كسيد ربي سبحانه وتعالى باش تنسعون أن دعيلة وجوب الصيام يفكر في بشان أن يدعي من المتقين لعلكم تتقون. التقوى دشون التقوى، التقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله حجاب. أتخمض الحجاب يقرأك ذي الغضب من سيد ربي، يقرأك ذي الأفعال ونيهارا، يقرأك ذي الأفعال نغذي الأعمال إفار يغضب الله في سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى. فظلت ذي الحجاب، الصيام ذي الحجاب، الحج ذي الحجاب، مرت جميع شعائر الدين كامل فاستد الوبجيكتيف نسيت ان الواش غير تروحوا باش اللي يسعوا الانسان تمثاله التقوى يقرد قويس عزيز. ومن يعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ما بقى تعظم الشعائر ستجي ودرسيده في المناسك من الحج، ولكن العلماء خلصنا رضي ربنا انك شعائر الدين مرات كتدخل من تقوى القلوب. التقوى استخري الأقول، والرسول صلى الله عليه وسلم يدي قرن التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. التقوى استخري قوي العبد يتسيري خطر ماذا قلي يصلح قوي العبد يساعد التقوى استخري الجوار حيث مرة يعيث ماذا قلي يفسد قوي العبد الجوار حيث مرة يفسد السس مرة يفسد التنغيث مثلا. إذن التقوى أتجعل هذا الحجاب إيقاريك للفعل مرة إسر يغضص إلى ربي الخالق سبحانه وتعالى. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن التقوى أذكرت سيد ربي والسودرة أتذكر سيد ربي وتشكر أتضعض وتسعى سيد ربي أتشكر وتكفر ربي في النعمين. كيف مثلا أنه مدي فكر أنه مدي فكر سيد ربي ذي النعمين صحاب النعمين يفكيد الصحة يفكيد النعمة التذر يفكيد النعمة الدريا يفكيد النعمة يفكيد النعمة الجميع خرج وينك إذا أنت عايش مرة لك وإذا أنت سكوا يصيد إذا كان كمل يقرض وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يقرض وما بكم من نعمة فمن الله. كلام النقص جلجا غادي يفكيا كيا لو كان ذا فيك سنخلق ولكن يجي أخطر بشيء لا تذرنا يفكيا العضلات تشنيحو يفكيا أوي اللي بومان يخدم من الداخل غش ماذا قال نتص خدمت يفكيا تصير ربي الجميع أذر شحال العضلات تبي يحول داخل إذا إذا قدر ليش ما في حول ما في حول الزحمات شو غير غير ذينك ذينك شوه من أذر شحال الخلايا يعني تخدم من الداخل قولني مرة شوية ذينك شوه من أنشتقي مرة أكو ذي النعم من سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يستحق الحمد يستحق الشكر معناه ماشي ولا ماذا قلنا لا عبد يحمد له أو يشكر له أديش إذا كان أريد ضر سيد ربي سيد ربي ورتي تصوض النفع لنا ورتي تصوض الضرنا ولكن ما تنفع الديمانية كيف تنفع ماذا قلنا الضر الديمانية الضر. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله الغني الحميد كيش نان القميص يصير كنا تكفر مرة أكفر نكوي عباد دون سيد ربي ورسن قسنا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أين إذا مرة يتسد مرة أكو ما تنفع أما الضر يتسد غفلان كان يف مثل. إذن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يفكي يغيد إذن أية مثلا الشعائر الدين إفكار تد بش أغير ذات مثلا إنما المؤمنون إخوة نزور ذي القوال بلين ذات مثلا من آدم ذات نيوني مات نيوني يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى سيد ربي سبحانه بلي ذات مثلا من آدم أكن يبغوا إلى الجنسين أكن يبغوا إلى الدينين أكن يبغوا إلى تبغوا في السيرين أنا قبل ذات مثلا من آدم غسوا إلى الدينسين أتشوف ظلم كرت السيرين مرة في دار الدينسين ما تسمى خرب بلين أكيد شوية قدري دي الهان اللي ضرب لنا الإسلام يتمر شوية العادي يقوس أبي شهر لا إله إلا محمد رسول الله. ولكن إياك وإياك أكيد الدين شيء ما تشهر لا إله إلا محمد رسول الله ولكن تخدم هذا الفعيل وإذا كل دار الدين شيء خطر ويدنا ذا شوف غاد شوف هذا العبادي وفريد أتسعود الوزر من الضلال وزر التف الوزر نغ البعيد عن جربيج المهم يدلو تفغى وفريد وزر الضلال تسمى وزر الإضلال وزر الوزر وشوف غاد وفريد الذنوب تفقى قبريد والذنوب وشفقى قبريد أشتقوا وغيرت سيقرة كما يقول مثلا قرد أحمد ديدات وسيعفوا ربهم إنه لش أعذون الإسلام إنه أمن سيم ونسينا للإسلامين أي خطر إنسان هذا يدعني من يسدين سيم وذي يخدم الفعيل وإذا كل هذا يدعني سيم وناثي إذا زرن صفر لنا ذي يجعل بليد الإسلامي ذي يتمر نسوة جتنيا سقرن بعد وخارج سنة هذا يتبع هذا العيبان غافة بريد الدين الإسلام مثلا يقوير ندي يقوير ثقمات بشد يجمع الشمينة خضرتيت مثلا فظليت أن تظل لك في بريد أن تركع في بريد أن تسجد في بريد أن أخذر بشيء يغضي جمعان سبحان الله لا إله إلا محمد رسول الله ذي بريد سيد ربي الخوف سيد ربي الخشوع سيد ربي يغضي جمعان كذي جميع المساجد من العالم كيف مثلا
أنصوزوم غا فبريد أنفطر غا فبريد أنشحوزوم غا فبريد أكن يتركع الغني يتركع الفقير أكن يتركع الوزير يتركع العبد العادي أكن يتركع الرئيس يتركع المرؤوس كيف مرة غير سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ذي الدنيا المخلف ولكن ماشي ذي اختلاف ساعة ذي الدنيا ساعنا زي ولكن اختلاف ذي آخر الضعيف ذي آخر الغني ذي آخر القوي ذي آخر خطر الموت أثبوني مرة ولاش وين ديروني قويت شراء ولاش وين أري مثلا ديو شراء حاشا العمل اياك واياك اثيرض بيد الذنوب ما تروحت الذنوب مره شي كمان شي التمييز مثلا اذا غير سيدي ربي ماشي تمثال الدوله ديك شبان غرغورس يقرب ان اكرمكم عند الله اتقاكم كيف مره اكو اتوضا بغى الحج ما يرسل الاسن الحجاج اللي بس الاحرام ادفان ديش الحال المره وتعقيب ري ولا المرتبه جيونا علينا غير المرتبه للعبد العادي كيف كل عباد غير سيدي ربي الخلق سيدي ربي ما خير الخلق قويه وانت ما خير العمل ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم واش ما خير غير الشكل غير النفسك غير الصورينش ولكن اش ما خير غير وين لن تقولي أروين تشوفه ذي العملية أكان يتنفذ ولكن ده شو مكسد هاشن دي العصرنا نكون يعني ما قايل الناد بلين الدين نغي تسوي ده غرفة جمال سيغادي تسوي ولكن السجين أنا عقيب بلين ثو غلاغ ذي العادة ونكسي تساف فريد من العبادة وغلاغ ذي العادة خطر ما نظر الدين نغي غيرين اغدي فكلم باش أبي يجمع الشمال نغي باش هذا غير ذات مثل ولكن غصن تظل مكني غصن تظل مكني غصن تحجو مكني ولكن ويو النغم خلف ويو النغم بعادا كيف مثل بالقليل قاعدين دي مولانيس القليل قاعدين دقيق خامن دوات مثليس لا القليل إقلان دي بيحد المكية بقين المجتمع تنغير الأنانية تنغير تسمي حقار الغوغران القوي حقار الضعيف واستقال المعنى والميتشانة دوات مثل المنشانة أنشتغي ماشي في كيف غادي يفكر سيدي ربي الإسلام اسمي سدوايس الإسلام السلام إسلام السلامة إسلام دي هنا الرسول صلى الله عليه وسلم مشريح يقرب والله لا يؤمن أي أيوة يا رسول الله الناس من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم الناس ما يؤمن أن أيوة يا رسول الله الناس قد خاب وخسر أن أيوة سليمين يقول الناس ولكن أنا يتسلك أن أبو بس يروى الناس الجريس اللوز أنتم يعلميس كيف مثلا إذن ثغرة بالعادة نشوف غير غف فريد من العبادة نجعل فلان كنين ما لقلنا نخدم أكني غياجف أن تظل أن تصوم أن تحذوم أن نخدم الشعائر الدين أكني ولكن أن بعد من فغدي الجماعة نخدم أكني غياجف نجعل أن عدي رسيد ربي مسكلة الحيلة نشوف نزمير أن عدي أي مثلا سيد ربي من الخالق سبحانه وتعالى من الضيف كان دين يفكي يغفد ذا عقار أرغير ثو ذاتنا الصصيدات أرغير ثو ذاتنا الضيعيس سعدين الأهلا من الدنيا وذا غيوة سيد ربي غير الرحمن سبي يغفد من يحمي أن يحمي غفد دين خطر سيد ربي من الخالق سبحانه وتعالى يجعي الدين يكشم الدخل الزوران يرغب الزميس يرغب مثلا يرغب الجيران يرغب العباد أما تصنط موت السنفر الذي أتحمر ديون أفدين أفود من سيد ربيع حش الخير لدي كنش غرس ولكن ماذا قلت في الشنين أن المحيب بعد تختارت أفين النظر نفس تختارت ذاقين فقط شفرت إلى الرعاية إلى رعاية ماشية نبيدي في كاسي ربيع الخارج سبحانه وتعالى المحملة المحيب بنا ريني دخل قولون في نقلص العنصرية إسقار ما يتفقق في بريد الدين فقيك تكشمر الدخل جيوث التمثال وتحم يرى ربيع وتحرج وتحم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم خمس العنصرية تمسك ما يخشم ديال العبد الداخلي العنصرية ما يعطيه بالدين شو كاين في عالم مرات يكميس كامل خير يخدم كامل اكو يدرب اسمي الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة الجاهلية يقارب قويس عزيزا ان الرسول صلى الله عليه وسلم من دعا بدعوة الجاهلية فانها من جثي جهنم فخويا على الصحابة الكرام لما سي رسول الله وان صلى وصام غير ماذا قال يزور ماذا قال يزور ان وان صلى وصام وزعم انه مسلم غاشي يزور غاشي يزور غاشي يدعي مانيش دين شي أما دي سوى شو طرفي النظام أما كن قارن دي العصر الجاهلي ما زالت ولا قارنت يقولوا يديروا من الوايض قالت الدار الصيف قالت دي الصيف قالت الشرق ذي الغرب دين سيمن دي الماك دين سيم ذا إقار السلمان الفارس رضي الله عنه ذا ذان بالإسلام دي بغيلة أي تحمي غفر بي ما تحمي غفر بي ماذا قلت لك تشيني نحمي الديون
غرسيل ربي متسوى ذلك صغذيوي ملك اللي خدم ديني الصفة وتسوى ذلك صغذيوي وتسوى ذلك صغذيوي وتسوى ذلك صغذيوي ولكن ملك اللي تشيني فربا ذلك في فريد النظام فريد النظام ماشي فريد الدين وسند الزوار ذلك الإسلام الرخيم المحيدنا عقرت سسرة في النمسنا إغراف غيا كان يتمثل خبر كان آدم عليه السلام رويس قابيل وهابيل الإنسان إذا مجوالون يتكاذ ربي سبحانه وتعالى يوث العالم قابيل ينغى هابيل ذروا الآدم ذي مجوالا إذا فكاس إذا ربي أردوني ينغى يوني ينغى وهي خطر شميع ولا شدين كارسل المحبة كان المحبة غفي ذمن ولكن المحبة نغى في ذمن ماذا قلنا هو يشدين ذي نغى قلنا البلان ذي نغى قلنا البوازون ذي نغى قلنا السم كيف مثلا انظر بالليل ماشي سوره مدنيه ماذا قلنا المحبه غفي ذمن حميت ربي حميت الرسول صلى الله عليه وسلم ما يسميش علاقه الرحم علاقه الرحم وين الصدر دي علاقه الرحم يحميت ربي خاطر اش اللي غادي يسوسين في علاقه الرحم قاطع الرحم واشتمال الجنس قد لا يدخل الجنة قاطع رحم ولكن علاقة الرحم سعى علاقة الرحم سعى العلاقة الرحمن علاقة الرحيم اسمي سيدي ربي الرحيم يكسف بدي اسمي صغر الرحمن اذا ملك صدس نسفني الرحمن تجلس واحد جيب يا غير ديك هذيك ديك صغوص سبحان الله الى قد يدين الى اسمي غس اتشعر العلاقة الرحيم اتشعر بني حبايا يزور لك تنسمي تشعر تشعر الاجر ولكن ماذا قال لي لا الدين شوف لا اتحمي ربي افوذ مربي اتحمي ميك افوذ مربي وتسوى دارت الشغل النفعي تتعايش نتو دارت يحمي ربي اما الكاروات مثلا اما دخل الفمية اما ذروات قرب من دوني قبادن الدين مري كذا سفلا سفلا اسمه السيد ربي إنما المؤمنون أخوة إنما المؤمنون أخوة أكثر يتمثل خضر يعني سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى كندي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أدي قال الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيه المحب بينهم أتقيم في ذكي محمين فعلي جلينه المتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه يقذي محمين فعلي جلينه يروح يجيون يفدون ديون ومدكوليس باش أثد الجور يفدس ديون المالك القفل الناس أنا ذات سدو ذكا الناس بغير غفزارة مدكولي ودي فدرت كذا وكذا الناس دشون يتبغير يتسعد غرغورسي لكي ستيصل مغي لك المنفعة المادية يترجد غرغورسي الناس لا الناس تمسين دون ذا كنت كتارا أفوذ من سيدي ربي الناس أبشر أما كتحمي كحمي سيدي ربي أما حمي الغفوذ ميسي كحمي سيدي ربي كحمي سيدي ربي رجع يا ربي وذلك كحمي سيدي ربي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين خذ فهمتي يعني ماذا قلنا شويه راه الصفات يشبان تيكين داخل العشر ماي ديال تعيشي واش نقرر باللي بين ديالنا سيدي ربي ديالنا اللي صلى الله عليه وسلم قال الشك ولكن كوني كفاني وفري يقرض مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل المؤمنين ديال الحمالة على جوجل مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى يعني ام الجسد المؤمنين أم الجسام إما لقلنا ينظر أضاف يهلك أضاف الجساني مرة تطف تاوية خبر كان ما تصعر ديش القضابي ولكن مشيد ضضابي كان أريش عن تاوية الجساك مرة تصعر عدي تاوية أكني المؤمنين أسين تونسنا دي الجهة أي وإننا نرى في قرح ضارس دي الجهة سبحان الله كيف مثل سيد ربني يبغي يهنا خطر القاعة بالقاعة ينس يبغي إليه هنا بالأخيش ويبغي الفساد قد ولا تفسده في الأرض بعد إصلاحها والعباد العباد ينس يبغي أغير ذات مثل إفكير أي إنسان وغير مثلا ولكن نكون نطفت نسات الدين نخدميت الشعائر نخدميت ولكن المعنى نسن الرسل الفيري على أنه ونكون ذي العيبة دين سيفغان وغير ذات مثلا ينا أكنا ذا غيوي غر الرحمن سبحان الله أكنا يد مثلا سيد رب الخالق سبحانه وتعالى قرض لا قرر الرسول صلى الله عليه وسلم لا فرق بين عربي وعجمي ولا بين أبيض وأسود إلا بالتقوى يدو ليش الفرق غير وعرب أكد بين العرب عرب وغير وش بحال أكد بين أكد بالخل إن حشس العمل الصالح حشس التقوى سبحان الله سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه يروح عند ثمرت الفرسة سلمان الفارسي يروح عند ثمرت الفرسة صهيب ابن سنان يروح عند ثمرت الروم صهيب ابن سنان الرومي بلال ابن رباح يروح عند مرتنا الحبشة ويجي حبيب ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذي جنة اثنين مثلا ولكن خزرت ابو لهب ذا عمي شي زمن ولكن يقال شيء صلى الله عليه وسلم انا اخي زينك الزغن دوينك يحمي سيدي ربي في كيد يوم رضينا فيها كي جزيلا فيها كي قرار الجنة يعني تعقيم يثمثل يقنع عقيد دائما وابدا
شمدي قرقو بين شهزيزين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الحميض يقدر يحمين سيد ربي يقدر يحمين بي صلى الله عليه وسلم. ولكن ماذا قلت حميض دلع أكسد حميض أسلم الثوران كنا أدلع بغدوب الفاس سيد ربي صلى الله عليه وسلم دقويش ويقرب القويش. الرسول صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحد أزكانت سيد يوم القيامة وينك نذ حميض ما الحميض فرعون وزمير باس نذن كيكار هذا تحم يزرع شكلا قويش يسيقا فيض ونحمين النبي صلى الله عليه وسلم غدي ليس رجع ربك حبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان يتمثل خضرت سيدنا نوح عليه السلام ذمي سيدنا نوح اسمي ثرفت سفينين باش تشم باش ثرفت القمال ولكن مش يروي الشولة سميك إناس يا بني يركب معنا ولا تكون مع الكافرين إناس يا الكفد يذنغ السلالة مع الكافرين إناس مثني سآوي إلى جبل يعصمني من الماء إناس أبي غير وذلالنا أذنوهن لدي يمنع سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين يولين ثورين الموجة في ولكن سميت صب سفينة إذا عمر سيد ربي سيدنا نوح قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين سيد ربي وقيد مين يتغاضي تحرر التساس ولكن سيد ربي سبحانه وتعالى أمكسينا قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيبك أن تكون من الجاهلين إن اسمه شير العمل الصالح ولك يتسيّر باش نسعون أنظر تمثل تمكيث الله أيضا مثلا أنظر العلاقات تمكيثين نقر ممنين غدي في كاسي ربي الخالق سبحانه وتعالى ما ننخزر الصيامة أيضا مثلا غدي في كاسي ربي سبحانه وتعالى التي نتعيش في السنة ما أن أخر حقيقة ذي الإمساك أفل مكلان وكتسي السيثة وكتشهوة شهوة النفس البنادم ولكن ماشي إذا نشتقي كان يجي دقين عثور في لا ينعقر داخل رئيس مجيز من المؤمنين ثنيار ذات مثلا إلى قضى الزمن الجوارحي كما الرأس الكمال باش تقدق في سيد ربي الصيامين ولكن ماذا قال خانك الجوارحي ما خانك الجوارحي ولكي يخدم لا في وخرت وخر في مكان غير وخر لكن غفتي الشيء الى قناع عقلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كيدينا يند المسلم ان يود المسلم يند من سلم الناس من لسانه ويده الوين شيء من يعبل اما ذكر شيء ما دفوشش وقيد ينشم والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم المؤمن وين كان يوم من يغشر في ذا من سنسل في سنسل اكل شنسل ما قلت انت مثلا امشي يعني ايش يخدم سيدي ربي تمسات الصيام مرزم للجوارحي الصيام أن سريع دين أن سريع فوق يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه إن دمنا قلنا وثو خضرني القول الزور وتفضرني الشيخ في يكتب تفضرنا في قبح ذي الكلام الفحش ذي الكلام الجدال المسلين كون يوني هلا الشفوق ذي البعيد القبيح ذي جميل كامل إن دشون إدنا إن دستقار المعلن سيد ربي ماذا قلت قيم ذي راس ماذا قلت قيم ذي فات يقرد إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب فإن شاب هو احد او شتمه فليقل اني صائم ما ذكر يوزام يوم دغون يند يقاد يطف السيس هذه الطف الجوارح هذه وخر الحرام يند ولكن ولو اسيدي بروفوكي العبد باش هذه نغي دسيسين السمحيه كاين وزام اكيد مثلا انظر الصيام ماشي للمكلة اكتشف انعالج اما نغذي السلوك للاخلاق وغذي فكرة ربيع الصيام باش نقيم يازم قيم افاد ولكن باش هذا غير ربيع اغي استعلم الصبر ان اخر افين الى اندي حيا يكلون ونتقرب رمين الى اندي حرام كان مثلا والجلال والسر شو يرنا إمسلينا مجينا في الجلال شريعة على الناس نقارن وثنا عدي في لسنا نعقي ونظرة ما نلبخ خنا عرفيا قد يعقب لين يغلط وانسقار وتشمل الغلط سيد ربي قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا الدقيقة عرفيا السجيد السجيد كثر الموت الفجأة أتصن سلام ديونا كذا تقيف ذقروا يك تفضي غلي يموت كريس كاردياك ذين يقبل العقل أنا بنه درون شفكرا قلنا لا يذرون دي العصرنا الإنسان اللي قد وين يحمين إيماني إيش أدي تعيش شروط أدي قيم أدي تفل فرائض إيش أدي يلهي الدين إيش أشي يدقر أدي يدقر أدي هجي إيماني إيش أدي يستعد بسيدي ربي الخلق سبحانه وتعالى يقرد مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش إن هذا شحال قوي ذلك يقول صائم الحشم السنان ربي رضي سنير نفل يقرد خمسة مساية صفرت صائم والصائم جند وينك نين ويتشر لما كلا سمح رميد لها شو يتشر غرور سنسي وظام إن هذا ولكن ماذا قليل يشكد في روح رمضان نينس ماذا قليل يهضر لغاية بان يهضر فيه ما تنسيم ذينا تجمع عنا ذين نظر مرة يهدن مثل الفير الصيام من بابيس إيروح ماذا قليل يتسوي العبد وغروان يزرع السم قال العباد يقول يجمع
العلاقات يرم الدن يسوي الغروة بشدي يسد العلاقات سيمنين سيروح وماذا قلنا النظرة عن السوء يموق الغروين إلا أنه يحرم أذي عقل رمضان يروح وماذا قلنا يقول جميل الحنف إلا أذي عقل بالله رمضان يسيروح سبحان الخالق كان غير مثل إذن قويا باش أن مازال في العشرية الأخيرة إذا نتعيش ساعة زي سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى سيد ربي يستضعف الأجر يمحوم الذنوب أي صلاة جوم من غير غير العقل غرورس ما دام النفس يتسادين ذيك ما زالوا لي كيكات وغير سيد ربي سيد ربك يتسرجوا أي عبد الخاطئ نغلط مرة وليش مو نغلط ترى يقبض وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ثبت مرة المؤمنين غسل المؤمنين مثلا ثبت المعنى حش غلطة غلطة كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون إذا سيد ربي يتسرجوا من غير غرورس أدي قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إن دي نسني العيب إن نسني العيب ذي وإذا كيف كان نفس دي ثروح نسن إن أدو غين غرورا الرحمين وثوسع كيف مثل ورحمتي وسعت كل شيء أدو غين غرورا إن دو تسيسنا لذي الرحمين إن دي كنا عفو الذنوب مرة إذا دي كنا أيد الغفور دي كنا أيد الرحيم كيف مثل فقويا ذبيس ما ننثوب غرسي دربيا أنو خرفي بيانين خدمة كنين يقل مش أستنى الثوبان بعد ذلك نسمع أسقو ذروينك نخدم ذاك لا التوبة الكذابين إسقار تجد قرر الفضيل بن عياض رضي الله عنه أذن أذن أخر العبد في بيان غيك خدمة كان يتم جروث الإقلاع في السماء النظر أذن دم دم ندم ليس الإخلاص أذن دم شقول إسفال فينك نيك خدمة كان خطر تنسلتو ذي عيسر أذن حمد ربين موتي قوال هذا ليس لأن هذا ولاش تمسى يخدم لنا يهدفني تسيد ربي غير وبريد الدين أم كيد حكون ينوم سليد العالي فما سنسلك قارن تيد أذن أذا الدغة في مكان يغيي عصرك نسيد ربي ينظر تفاقر ويسقر حمد ذكر بشكرك يقوي في قوضة رادي الوقت اللي يخدم مغتم سلم تيدك نيق ولكن يهدفني ربي غير وبريد المستقيم الندم توبة إذ قرر رسول صلى الله عليه وسلم وتشرط باستلاثة أذي عاهل سيد ربي وتشغيران الوينك نيك خدمك نيق باش أتكمل تمثال التوبة ولكن هي مثلا سيد ربي الخالق يجعل ثلاثة يجيب الحق إلى نجارك قال أذوين كي دقيقا من الحق وصل أربعة يجريك ذي عباد يقطع عقيد يجريك ذي الوالدين يجريك ذي الجيران يجريك ذي العباد الدشرق يتعشر يجريك ذي العباد تصند العباد وتصند درا خرب بني الضيمة إلا قص الضيفة يعفو ما ذي قلنا في قوضة شكلان إلا قد استرد ما ذي قلنا في قوضة شيرس الدين إلا قد استرد ما أين تفغوث في قوضة إلا قد استرد الرسول صلى الله عليه وسلم يقضى المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه إن سيما في قوضة إن سيما ذي حرام إذا مني ستكتر وتخبش درا وتنقذر وتجرح درا والسفارة ذي دينس ذي المدينس والسفارة والسفارة ذي دينس ماذا قلت سخنت والسفارة ذي دينس والسفارة ذي المدينس والسويضة ذي دينس في الملكينس إنه وتكثر ذي العير دينس وتكثر ذي الحرمينس وتقذر فلسي ذي الخدمرة أنشتاقي ذي لن يريك ذي عرض ماذا قلنا والسفارة ذي مساليك يريك ذي ما كنسيم ثلاثة شروط لن يريك ذي ذربك يقبيار التوبيك إذا قد صفت تمثال يقارك ذي عيفة ذي مكشينة ماذا قلت ذي مكشينة صفت مانيك ذي تمثال يقارك سيد ربي التوبة إنك مقبوية غير سيد ربي كيف مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم إن من كانت له مظلمة عند أخيه فليتحللها منه قبل أن لا يكون درهم ولا دينار ماذا قلت لنا تسعيد الظلم يعرف ذي مكشينة إن دي القصة الظلم العفو أقضي أذي وضيوني وقت ماذا قلت قفت سيد ربي روحي لك ماشي الدينار نغض درهم سوين يتخيفنا تخلصت أتخلصت الظل تجد تنعتر ذكا أتخلصت رمضان تجد تزوم ذكا أتخلصت صدقة تجد يسميس سيد يوم المظالم تقن ضرفنا المظالم أقضي روح أهل النار إلى النار قبل أهل الجنة إلى الجنة أشين سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ثورة وين يتسلسني وين أذي الحقيس والله 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 الذي لا إله غيره أريد فيغي السلم ذابيش ونكني ونكني الحق الغيرينس أما يوثيث أما يخل نصر مضرع أما يقويس دي المالينس أما يوثيث دي العرضينس أما يسنغني أما ينيسي أهذي نيسي ونوول وتعود لكم الدير سياس دي دوني أهذي تشيش دي تيريستينس أهذي تعدف لصحينس ناس ورويس ناس شينس أرد تخل صرد ديس ديوني وقت أما يخل أما ذاك لان إذا يفس سمح لي دوني الرئيس يرس ذي الوقت يجي كل شيء تخيط أخير ولما ذي قلنا الجزء الوقت نين نرد المظالم أسير صلي في الزكاة الصومين الحج الصدقة سلم سلين مسلين العالم بقول كوين يخدم كمل السنين أذي ركوي من الطوي ذينس وما ذي قلنا يفكس شو في سري خلص الفكتس الحسن في سري خلص أجد في كندي الدنوب من سنين الطوي ذا وإذا نمزل وثني خلص سرع أثنين نسيب أربعة ولا شو شيء سار ذي خلص فكتس الحسن في أثنين فكتس للسيئات الأول أجد في كندي السيئات نسيب وإذا وجيمك سمع الرسول صلى الله عليه وسلم المفلس أثر قصيدة ربي غير جهنم إذا أي مثل أنا خضر بلين الرسول صلى الله عليه وسلم يقدر رغم أن امرئ عاش رمضان ثم انسلخ منه ولم يغفر له سبحان الله
راغم انفم ذا مغبون ذا مغبون ذا مغبون من ادرك رمضان وين ديو فان رمضان ويفوق في لاسوس يا فرا سيدي ربي من الخالق سبحانه وتعالى كيف مثلا ارجع يا ربي تقول ذاك ميكا فوق ذاك ميكا فور اللي قبل ربي صيامنا اللي قبل ربي اللي قبل ربي عبادنا ارجع ربي من المؤمنين حق الايمان ارجع ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.